عامة خلونا ندردش أكتر في مدى استفادة منتخب مصر من وديتي زامبيا والجزائر. طبعا يعني أكيد يا نهواند الوديتين أو زي ما قلنا المعسكر هناك والأمور المتحضرة لمنتخب مصر أكيد يعني لازم نستغلها بشكل أمثل، يكون عندنا مردودها يبان إحنا ماشيين فين وإحنا وصلنا لفين بالظبط في خلال عشان هذه نطمن على اللي جاي على الأقل. برضو صح ما كلامك مظبوط يا فاروق. خلينا ناخد على كل حال معانا على التليفون يعني كابتن عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ونتكلم معاه برضو لأن عندنا أكيد يعني بعض النقاط اللي عايزين ندردش معاه فيها. كابتن عادل صباح الهنا عليك. صباح الفل يا اخوان، اهلا بحضرتك والله، ليك وحشه كبيره جدا. يخليك، اخبارك؟ الحمد لله كله زي الفل، وسعداء انا وفاروق ان حضرتك معانا. طبعا يا فاروق ازيك؟ صباح الخير يا كابتن عادل، يعني انا مبسوط ان حضرتك المره دي بقى انا اللي حضرتك معانا يا كابتن. يلا شد حيلك، ربنا يكرمك ان شاء الله. تسلم يا كابتن عادل. خلينا بقى نروح مع حضرتك لبعض النقاط. اولها انا عايزه اخد راي حضرتك، ازاي شايف اداء ونتائج منتخب مصر حتى هذه اللحظه مع فيتوريا؟ احنا بنتكلم خط 9 ماتشات، ما خسرش غير ماتش تونس الودي، لكن طبعا كان برضو سكور مش افضل شيء، والبعض قال لك طب بص بقى انت اول ما دخلت في الجد النتائج كانت عامله ازاي. هل احنا نقلق من النتيجه دي ولا الكلام ده لا بالعكس يخلينا يبقى عندنا دفعه للي جاي ان احنا نركز اكتر نطور اكتر، والوديات برضو ما بيتحسبش الموضوع فيها بشكل كبير؟ رأي حضرتك ايه؟ اولا منتخب مصر لما نيجي نحسب له المباريات الوديه اللي لعبها في تركيا مستواها اقل من المتوسط، يعني نتكلم على منتخبات باللعيبه اقل من المتوسط. المنتخب القوي تونس والمنتخب التونسي كسبنا هنا في حد ذاتها قلقه شويه، ولكن في نقطة الناس لازم تعرفها، يعني فيتوريا كل مدى هيتحسن أفضل ويبقى أفضل، لأنه فيتوريا أول مرة يمسك منتخب في تاريخه. يعني من الحاجات اللي لازم الناس تعرفها إن فيتوريا مدرب أندية كان وليس مدرب منتخبات. أول مرة يمسك منتخب في تاريخه هو كان منتخب مصر. فالتجربة هنشوف هتثمر عن ايه قدام شويه، ولكن الحاجه الثانيه المهمه انا ما يهمنيش المدرب المنتخب، انا يهمني كيفيه عمل المنتخب. لازم الناس تعرف ان المنتخب بيتعمل بالطريقين ما لهمش تاني، لا دوري قوي يفرض منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرض منتخب قوي. احنا شغالين ما بين الاثنين، يعني الدوري بتاعنا المفترض ان هو المنافسه فيه تبقى جيده عشان نطلع لعيبه كويسه، لعيبه تلعب تحت ضغط جمهور. دي يمكن احنا بعد عنها شويه بظروفنا ان ما فيش جمهور. فحته عمل اللعيب الدولي بتبقى فيها صعوبه في الفتره دي. احنا من 2011 الى الان صحيح الماتشات اللي بنلعب قدام جماهير قويه عشان اللعيبه مش واخده على كده. نهاوند انت عارفه ان احنا الجيل ده كله ما لعبش قدام جمهور قوي الا محمد صلاح وتريزيجيه والناس المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات الخارجيه. للاسف صحيح. فبص تلاقي المباريات اللي هي السنغال المباريات القويه اللي فيها جمهور قوي اللعيبه بتبقى مش واخده على كده. دي لازم تتحل الامر ده علشان نعمل منتخب قوي. الحاجه الثانيه المهمه المنتخب اللعيبه المحترفين قالوا عندنا، بمعنى يعني العدد لازم يبقى اكثر من كده بكثير. دي لازم عشان تتعمل لازم المسؤولين عن الانديه يسمحوا للعيبه بالاحتراف. يعني الاحتراف الخارجي ده حاجه مهمه جدا. اولا اتصال دول بتقوم على البرازيل عندهم حوالي 120 ألف محترف حول العالم في لعيبه كوره، فده اقتصاد لوحده. فانت يعني خلينا نتكلم على ان علشان نعمل منتخب قوي لازم في احتراف خارجي كبير، لانه الدوري المصري يعني للاسف من 2011 نزل تصنيف كبير. ولكن خلينا نبقى مطمئنين او بيتعمل مباريات وديه على اعلى مستوى، يعني زامبيا والجزائر مباراه فيها احتكاك قوي جدا. هنشوف بقى وسيم ان شاء الله.
يعني كابتن عادل، طبعا انا برحب بحضرتك. عايز اسالك كابتن عادل، لان حضرتك قلت نقطه في غايه الاهميه بخصوص فيتوريا، ان هو اول مره يمسك منتخب، وانت عارف يعني قيمه منتخب مصر بالسكواد اللي موجود مع فيتوريا. انت حضرتك عارف واحد من كباتننا طبعا، وياما اتكلمت على البطولات المجمعه وضربت يعني امثله كتير جدا بالكابتن محمود الجوهري في تحضيركم لبطوله كاس العالم، وحضرتك واحد من النجوم اللي شاركت في كاس العالم. شايف الاسكواد اللي مع فيتوريا يقدر يخلينا ناخد لقب امم افريقيا، وهو هيقدر يشتغل على الدوافع النفسيه ازاي مع اللعيبه؟ شوف، هو المفترض ان انت كمنتخب مصر عندك ميزه وعيب. انت عندك ميزه ان انت في البطولات المجمعه بتعرف تلعبها، وده على مدار تاريخ المباريات المتباعده اللي هي فيها تحضير لاوقات واستراتيجيه بتستنى 6 شهور ما بتعرفش تعملها. خلينا نبقى معترفين بكده، ولكن انت معاك في الوقت الحالي لاعبين على اعلى مستوى. المفترض ان المدرب بيعمل الاستراتيجيه بتاعته على انه، وانتوا يمكن هواند وانت فاروق اتكلمتوا على حاجه مهمه جدا، ان انت منتخب مصر انت ما بتروحش بطوله علشان تعمل تمثيل مشرف. بالظبط، انت ما بتروحش عشان تاخد الكاس، لان ده طبيعتك. اللي خلاك انت كتير قوي تخسر في الفاينل الاثنين افريقيا اللي خسرتهم في الفاينل، علشان ما عندكش القدره اللي هي قدره اللعيبه المحترفين الكتير. يمكن انت بتشوف مثلا بتلعب السنغال، بيبقى كل المنتخب السنغالي محترف، حتى ما بيتجمعوش في السنغال، بيبقوا جايين كلهم على المباراه من كل حته. ده لازم تتعمل. لكن في الفتره القادمه احنا بنتكلم على فيتوريا واخد امكانيات عاليه جدا. صحيح يا كابتن، متعاليين قوي، اللي هو ماتش الزامبيا او ماتش الجزائر. المهم هو يعمل ايه؟ المهم في مدربين كتير اجانب بييجوا يتعاملوا مع المنتخبات زي منتخب مصر والمنتخبات الاخرى، انه بيعمل اعداد للعيبه او عاوز يطلع لعيبه باسمه ويحط تحتيها كام خط. يعني هو ليه 2006 و2008 و2010 انت كسبت كاس افريقيا؟ لان كان عندك منتخب قوي جدا، كان عندك لعيبه، كان عندك لعيبه على اعلى مستوى في كل مكان، تلاقي 2 لعيبه اقوى من بعض. وكان عندك النادي الاهلي بيلعب بطوله كاس العالم للانديه، وكان عندك مدرب عظيم في النادي الاهلي اسمه مانويل جوزيه، فكان بيساعد المنتخب كمان، وكان عندك عدد من اللعيبه يكفي لمنتخبين لمصر، مش منتخب واحد. يعني انت بتتكلم على محمد شاوي، وبتتكلم على بركات، وبتتكلم على بوتريكا وعماد متعب. انا بكلمك عن النادي الاهلي وسيد معوض الله يرحمه، محمد عبد الوهاب، وبتتكلم على كان في عماد النحاس وقايد سعيد، وخش بقى على حسني عبد رب في الاسماعيلي، وخش على عمرو الزكي وميد يعني بتتكلم على منتخب الواحد فيهم يعمل منتخب لوحده. صحيح. واحمد فتحي. فمن هنا عدد اللاعبين كان كافي جدا دوليا. انت عندك العدد اقل كتير قوي اللعيبه الدوليه، بمعنى ممكن يلعب دولي، لكن في فرق في الامكانيات. انت علشان تعمل منتخب ينافس وتاخد بطوله، لازم يبقى عندك مجموعه لاعبين يقدروا ان هم يعني ما يبقاش في خوف من الفرق الافريقيه. انت اديك شفت كان السنغال اقل واحد ساديو ماني، يعني الناس كانت فاكره ان ساديو ماني بيلعب في ليفربول مع محمد صلاح، وده اعظم لعيب، ده كان من اللعيب لو استضفته في السنغال تلاقيه اللعيب رقم 13. عندهم 11 12 لعيب اقوى من نشوف. يعني احنا مش عايزين زي ما انت قلت تتشائم، ولكن انا بشوف الماتشين بتوع زامبيا والجزائر، انا اقيم يعني المفترض ان احنا نقيم في فيتوريا كويس، نقيم فيتوريا ازاي ان هو بيجمع اللعيبه، ازاي ان هو بيعرف طريقته، ازاي ان هو بيلعب مع فرق مش هقول فيها تصنيف. الجزائر ممكن تصنيف اول، زامبيا مش تصنيف اول يعني. صحيح. صح.
صحيح، يعني كلام جميل، بس لسه كان في ملفات كتيرة عايزين نتطرق لحضرتك يعني فيها كابتن عادل، لكن إن شاء الله تنورنا لو تقدر، يعني يا ريت حتى الأسبوع القادم، لأن عندنا كتير لسه يعني مستني النادي الأهلي ومستني المنتخب وملف التحكيم وغيره وغيره من الأمور الهامة. لو ظروف حضرتك تسمح يبقى أكيد هنبقى سعداء جدا إن شاء الله تكون منورنا. يعني ان شاء الله ننسقها كابتن عادل. شكرا لحضرتك جدا كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق، ونقاط اعتقد مهمه اتكلم عنها كابتن عادل.